استعد. اهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات عتيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المتواصل على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا السادة المشاهدين الكرام في كل مكان في العالم، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات عتيقة. في هذا اليوم سوف نقدم لكم الكثير من المفاجآت حول موضوع عمر بن صهاك، وسوف نعيد آخر مقطع من الحلقة الماضية كي تستعيد الذاكرة ماذا جرى في الحلقة الماضية. من يقول أن هذا الأمر قد وقع؟ إذا كانت القضية كل إنسان يجلس بينه وبين نفسه ويؤلف قصة ثم ينسبها إلى النبي أو إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى علي أو إلى فاطمة، هذا الكلام مرفوض. نحن نريد إسنادا صحيحا لهذه القصة، فإذا كان فنقول على العين والرأس ثم يترتب عليه ما يترتب. أما أن تأتينا قصص هي عبارة عن أساطير، فنحن غير ملزمين حقيقة بقبول مثل هذه القصص. قضية الكذب سهل، نعم، كل يستطيع أن يكذب، لكن أين الذي يريد الحق؟ بل إنه في الأثر: إن الله يبتلي الصالحين بسفهاء قومهم. اخرس عمر. رعدني يا مخرج، أنت ظاهر عجبك هذا الفيديو. اخرس يا عمر، اخرس يا عمر. لا إله إلا الله، الله ابتلانا بهؤلاء السفهاء. والكذب بسيط عندهم، كل واحد يقدر أن يسمع قصة شجاعة أمير المؤمنين، فشي يسوي؟ يقوم بإعداد نسخة صينية تايوانية رديء لها وينسبها لعمر. طيب لندخل في شنو مكتوب؟ ها؟ خرامات؟ متأكد؟ كرامات؟ عمر عنده كرامات؟ هو هيك مكتوب؟ متأكد كرامات عمر؟ رجال جبان وما عنده غير مصارعة الجن، وتالي يطلع فاشوش يا ما تعد الجن ما مصارعة. ايه؟ يلا نتكل على الله، يلا شو نسوي؟ نتكل على نقول كرامات يلا، بس أرجوك لا تطلع فاشوش، ترى ضغطي ما يتحملها. ايه يلا يلا كرامات عمر، يلا مع كرامات عمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ايها يا ابن الخطاب، لو سلكت فجا أو طريقا لسلك الشيطان فجا غير فجي. شلون عمر يطلع منا الشيطان يروح منا أنا؟ شلون ما افتهمت يعني، وضحوا لي أكثر. لحظة عمر الشيطان شو فهمني؟ يعني الشيطان لا يستطيع أن يلقى عمر في فج من أو في طريق من الطرق. عمر هنا لا يخاف الشيطان من أحد، نعم، إلا من عمر. الشيطان يفر من عمر. الشيطان يهاب عمر. الشيطان إذا رأى عمر بن الخطاب في طريق تركه له وسلك طريقا آخر. لا يقدر الشيطان أن يمشي في طريق يمشي فيه عمر بن الخطاب. انت متخيل ان الشيطان لو لقى ماشي في طريق يحود وياخد طريق تاني؟ في ناس الشياطين مع الشاشة في ودانها 24 ساعة وفوق وضع وتحت المخدة وبتطلع له يعني في ناس يعني انت متخيل لو عمر ماشي في السكة دي لازم يحود. طب هو عمر شايفه؟ لا. طب ما بيحود ليه؟ انت عارف ليه؟
هربت من عمر. بناء على كلامكم هذا، عمر يرعب الإنس والجان، حتى الشياطين ما خلصانين من شر عمر. لا إله إلا الله، هذه كرامة لعمر عجيبة، دوخت الأولين والآخرين. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أعجز من بعده، حتى أن كبار الصحابة ما كان يطمع أن يصل إلى مرتبة عمر. مرتبة إيه يا شيخ؟ مرتبة إيه يا شيخ؟ هو عمر بقى حاجة؟ ما هو الشيطان يهرب منه، ونفس الشيطان لا يهرب من النبي صلى الله عليه وآله، بس من عمر كان يهرب. طيب ممكن نعرف سبب هذا الكلام تجاه عمر؟ يعني كيف صار وكيف قال النبي صلى الله عليه وآله لعمر الشيطان يهرب من شكلك يا عمر؟ من أجمل ما قرأت ومن أدهش ما وقفت عليه في مناقب فاروق الأمة الأواب رضي الله عنه ما رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بعض بني النساء عبد المطلب أو بني هاشم، وكنا يراجعناه القول، يكلموه ردوا عليه، ويعني في عشم يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وأولاء أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. عشم إيه؟ عشم إيه يا دل عادي؟ هو النبي صلى الله عليه وآله كان يجلس مع النساء ويتحدث هكذا وبساطة؟ طيب والنسوة هذه كيف كانوا؟ من أهل بيته أم كانوا زوجاته؟ هل كانوا خالاتها أو عماتها أو أحد محارمها أم بنات الخال والعام؟ أنا ما راح أعلق وأترك التعليق المشاهد. بينما نسوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكثرن عليه عالية أصواتهن إذ قيل عمر بالباب، فلما دخل هربنا واحتجبنا من عمر، يعني اختبأنا خلف ستار، يعني اختفينا من عمر وتركنا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. لهم قاموا وجروا استخبوا جوا في البيت. فدخل عمر وإذا النبي صلى الله عليه وسلم وحده يضحك. قال ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرن الحجاب. فلما رأى ذلك عمر قال صلى الله عليه وسلم له، يعني كنا يراجعنا القول، فلما رأيناك يا عمر قمنا فجرين ودخل. فقال عمر أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. فتوجه إليهن عمر فقال عمر لهن يا عدوات أنفسهن لا تفعلن هذا لرسول الله لكن تفعلنه لي أنا، يعني ما تخافون من النبي عليه الصلاة والسلام وتخافون مني أنا، والنبي يضحك الآن. بقول لهم يا إزاي يحصل كده يا جماعة، بأنتوا تخافوا مني أنا وتهابوني أنا، وأنا مين أصلا ولا تهابون هذا النبي الأكرم الذي هو حق الناس بالهيبة تخافوا مني منه؟ لا. فقلنا النسوة له نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. قلنا نعم إنك فظ، وفي لفظ إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إحدى النساء لعمر قالت أنت أغض وأغلظ أفض وأغلظ من رسول الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ألين منك، أنت أشد منه. وضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فقلنا له من وراء الستر إنك أفض وأغلظ، لا أصلا أنت صعب قوي وغليظ. النسوة هربن من عمر، ولما سأل قالوا له بأنك يا عمر فظ وغليظ، ولا عندك رقة قلب ولا بطيخ، وأسلوبك أحقر من شكلك. طيب النساء الآن يهربن من عمر، ما دخل الشيطان بالقصة؟ إنك أفظ وأغلظ، لا أصلا أنت صعب قوي وغليظ، لكن نفسه من رقيق القلب رحيم لطيف والمعشر ما بيزعلش حد. لا إله إلا الله، الآن تقول بأن النسوة قالوا بأن عمر كان غليظ وفظ ولا يمكن العيش معه، وفي نفس الوقت تقول بأن عمر رقيق القلب طيب المعشر، يعني ما ربط شبعان بشعبان، الرجل معروف بغلظته وقسوته، وأنتم تقولون بأنه كان يعذب المسلمين وقاسي عليهم، وأمة الثقلين كلها تشهد بأنه قاسي القلب، وأنتم تقولون كان يخفي خلف قسوته رقة، يا عيني على الرقة،
يعجبني أجيبك بكف هيك خليك تفتر بمكانك لكن برقة، ومن ثم أرفسك رفسة مصارينك، خلي عيونك تطلع من إذاناتك لكن برقة. المهم كمل 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 أبو رقة، ما الذي حدث بعدها؟ لعنة الله عليك وعلى هالرقة هذه. وهنا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بشهادة ورب الكعبة ما ذكرتها مرة ولا قرأتها مرة إلا وكاد عقلي أن يطيش. إلا وكاد عقلك أن يطيش، ما تخافش، ما هو عقلك طايش من زمان آوي آوي آوي. رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يلتفت إلى عمر ويقول إيه يا ابن الخطاب، إيه لك يا عمر، قالوا يعني سيبك منهم خليك معاي. والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. قالوا الشيطان ما يشوفه ماشي في طريق إلا يمشي في طريق آخر يأخذها من أصلها ويرجع، لأنه مش هيستحمل عدو قدامك الشيطان. الشيطان يهاب عمر، الشيطان إذا رأى عمر بن الخطاب في طريق تركه له وسلك طريقا آخر. لا يقدر الشيطان أن يمشي في طريق يمشي فيه عمر بن الخطاب. وهذا كلام في الصحيحين ولا ينكره إلا جاهل أو غافل. هذا الحديث لا ينكره أي أحد، هو شيطان يا إما يهرب من قسوة قلب عمر، يا إما يهرب من شكل عمر، أو يهرب من ريحة عمر، أو يعني أنا أتصور الشيطان لما يشوف عمر يشتغل يقول خليه يشتغل هنا وأنا أكمل الجهة الثانية، فماكو داعي أقلق شغل الرجال وأزاحمه المسكين هذا. والشيطان مو من الجن، يجوز يخاف من مصارعة الجن ممكن، لكن سؤال، هل عمر كان مرعبا للجن فقط؟ هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وذكر رؤيا، يقول بينما أنا نائم، الله أكبر، رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء وحي. قال صلى الله عليه وسلم للناس دخلت البارحة، دخلت البارحة الجنة فرأيت قصرا أبيض طويل، قال ورأيت جارية عند قصر، ما أجمل القصر، هذا القصر في الجنة. ورأى الحبيب صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تتوضأ إلى جوار قصر في الجنة، فقال لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. قال فتمنيت أن لو كان لي، فظننت أني أنا هو، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ظننت أنا ذلك الشاب من قريش لهذا القصر، فقلت ومن هو؟ قال لعمر بن الخطاب. قال عليه الصلاة والسلام فتذكرت غيرة عمر فوليت. وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو نبينا صلى الله عليه وآله، وتقولون بحقه هذا الكلام؟ لعنة الله عليكم. النبي صلى الله عليه وآله يقول والعياذ بالله فوليت، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله. لحظة 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 لحظة، ممكن بس هذا الوحيد اللي يقول هذا الكلام. قال فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فتذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. تذكر النبي غيرة عمر فولى مدبرا حتى لا ينظر إلى المرأة التي تتوضأ إلى جوار قصر عمر. قال فتذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. ممكن أعرف معنى وليت مدبرا؟ لأن بعض الأحيان أني بسببكم أشك بعروبتكم، أشك بمعرفتكم باللغة العربية أصلا. ممكن نشوف الشرح؟ يعلم أنظر لهذه الجارية لأنها لعمر، فذكرت غيرتك يا عمر على محارمك فتركت دخول القصر والنظر للجارية. لعنة الله عليكم، أي والله لعنة الله عليكم. يعني حتى بالتفسير أغبياء، خلي أفسر لكم معنى كلمة ولا. يا أتباع أبو حنيفة العجمي وأتباع بن حنبل الذي تتلمذ على يد العجم، كلمة ولا يا ذكي معناها أدبر وفر، هذا في قواميس العرب، أما في قواميس الصينيين فأنا صراحة لا أعرف معناها.
وأنتم بصراحة كلكم على بعضكم عبارة عن صناعة صينية رديئة، حتى عربياتكم هم صناعة صينية. خلنا نترك هذول الهمج، خلنا نعيفهم، ها؟ ما نقدر نترك هذول الهمج، يلا لأن شغلنا عليهم وعلى عمرهم. المهم أريد نعرف من نفس هؤلاء الهمج ردة فعل عمر بعد سماع هذا الكلام. فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله. فبكى عمر عليك أغار يا رسول الله. ني 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 ني. ما هذا؟ ما هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يبشره بالجنة ويقول له رأيت قصرك وهو يبكي. هذا يدل على أن الحديث أصلا كله على بعض من النسخة الصينية التي تم استنساخها من النسخة التايوانية. كلام أصلا شيء ما يربط شيء، يعني ما يكون ربط حد شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أعرج به في السماء قال رأيت قصر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأردت أن أدخله فتذكرت غيرته فوليت مدبرا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغار من غيرة عمر رضي الله تعالى عنه، فكيف نرضى نحن أن تمثل زوجة عمر رضي الله تعالى عنه وتخرج أمام الشاشة وأمام المليارات بهذا المشهد؟ أين غيرتنا على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يغار من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونحن لا نغار أن تمثل زوجته. والله لا يرضى عبد العزيز قاسم ولا عبد الله القرشي. لا إله إلا الله. يا إما أنا سمعي صار بي شيء أو عقلهم صار بي شيء. مرة شاف قصرة بالحلم، مرة شاف قصرة بالإسراء، وثاني ليش مشاعرك تكذبرت لهذه الدرجة؟ لأن مثلوا عمر مع زوجته، يعني صار يابا. ولماذا لم نراك تبكي حين قال صاحبك الغبي العريفي بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يبيع الخمر أو يهديها؟ ها؟ ها؟ لو بس غيرتكم على عمر. وليست هذه الرؤيا الأولى التي رآها رسول الله لعمر وبشره بها، بل رأى له أكثر من رؤيا صالحة كلها خير، كلها فضل لعمر. رؤيا ثانية كمان، حلم ثاني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روى البخاري في صحيحه، شوف بقى لما أنت مثلا الشيخ محمد حسان يقول لك شفت لك حتة رؤيا، ياه تقول له احكي لنا يا مولانا، لك شفتك في الجنة. الله، هذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم عرض علي الناس في المنام عليهم قمص، يعني ثياب، يعرضون علي وعليهم قمص، قمص جمع قميص. الناس يعرضون بقمصان، يعني يمكن يكون كان عرض ضياء شيء من هذا القبيل. يا الوهابي يا الخنزير يا ابو لحية وثوبك صير، ما عندك غير التكبير، ما عندك غير التكبير. يا الوهابي يا الخنزير يا الوهابي يا الخنزير، تمشي والشر يمشي وياك، روح ابليس دوم معاك، تمشي والشر يمشي وياك، روح ابليس دوم معاك. اديت الناس ببلواك، اديت الناس بقامك، وعلى نهجي زيد السير. يا الوهابي يا الخنزير، لا شرف عندك لا عزة. الوهابي عنده شرف والله العظيم، الشرف متربي منك الوهابي. لا شرف عندك لا عزة، مربي لحية لحية عنزة، وعيونك دوما مش مزة، وعيونك دوما مش مزة، بجاخور حمير متربي بجاخور حمير. يا الوهابي يا الخنزير يا ابو لحية وثوب قصير، ما عندك غير التكبير. يا الوهابي يا الخنزير شكله عرض ازياء رهيب. المهم لنكمل هذا العرض الازياء، قصدي الحلم بحق عمر. منهم من قميصه إلى ثدييه، ومنهم من دون ذلك. منها ما يبلغ الثدية، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف تصور بعض الناس ثوبه في المنام إلى ثدي فقط،
أقل من يعني أصغر من الفانيلة. واحد مننا يدوب القميص واصل لحد ثديه، واحد يدوب القميص مغطي لحد السرة، واحد فعرض علي عمر وعليه قميص يجره، يعني من إسباغ القميص وطول القميص يجر القميص. إذ عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره، إذ عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره، يعني يلبس قميصا طويلا 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 يجتره عمر، هذا في الآخرة، قميصا طويلا 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 هذا في الآخرة. أما كنت تقول الآن هذا في الحلم مو مشكلة، غلس غلس. وبعد عرض الأزياء هذا شو صار؟ فقال من حوله: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. يدل على إيه؟ يعني دين عمر رضي الله عنه. عمر في سربال من الدين، عمر في سربال كامل وافر من الدين. يعني شنو دين عمر؟ طويل سابل كامل وافر من الدين، دين أطول منه. هسه لو قايل إيمانه يعني كان يكون تفسير الحلم جميل، بس دين، هسه أنا عندي دين، أنا عندي دين وديني الإسلام، إن كبر وإن صغر أو طول أو قصر الدين نفس الدين، بس الإيمان يبقى الأهم وليس الدين يا ذكي. وثانيا، ألستم أنتم يا وهابية تذمون طول الثوب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الدنيا، نهى عن الإسبال في الدنيا. هذا قال ابن حجر، انظر الذكاء ابن حجر الفتح، قال: وفيه أن جر القميص في المنام ليس مذموما، ما هو مثل اليقظة. إيه، مو هي على كيف خلفوكم، بس اللي أدري به معظم الأشياء اللي شر في اليقظة هو شر في المنام، بس حتى الكذب عندكم كذب سخيف، وتحاولون صنع فضائل بطيخية من أي مكان صار، لأن ما شفتوا فضيلة إلا في حركاته أو سكناته، ماكو أي شيء، فابتدعتم فضائل في المنامات. ها؟ أكو بعد أحلام؟ لو خلصت يا مخرج؟ ها أكو بعد حلم، إيه، زين. نعم يا أستاذ المشاهدين الكرام، لنشاهد الفيلم، عفواً قصدي الحلم التالي. رأيت كأني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يحكي أو يقص أحد الرؤى التي يراها، ورؤيا الرسول حق، وحي من نوع من الوحي يعني. رأيت كأني أنزع يعني بدلو بكرة على قليب، يعني جالس على بئر وفي يده دلو وفي بكرة فيها خيط أو حبل، والرسول يعني في هذا الدلو يخرج ماء، كان يخرج يعني فطرة الإنسان أو العلم أو المدد أو العطاء الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى له ليعطيه لأمته. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين والله يغفر له، يعني أبو بكر جاء دلو الثاني وخلص. ثم جاء عمر فما زال ينزع حتى استحالت غربة، استحالت غربة يعني الدنيا امتلأت ماء، فضرب حتى ضربت الإبل بعطن، يعني لدرجة أن الإبل جاءت وبركت واستراحت وشربت مما نزع عمر رضي الله عنه، فلم أرى يعني عبقريا يفري فري. هذا هو الحديث الصحيح. إيه عاتي عاتي عاتي، عمر غرق الدنيا بالماء، مو هو مطور كان، وفي النهاية لم نستفد من هذا الحلم شيء أصلا، كش ما يعني حصلنا فرغ الماء. لا، وأحلى شيء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله قال: لم أرى عبقريا يفري فرية. كلمة عبقري معناها المتداول، هو الإنسان الذي لديه ذكاء خارق العادة، وهي جاءت من كلمة عبقر، وهي منطقة كان يظن العرب بأن الجن فيها، فتحدث أمور غريبة في تلك المنطقة. هذا كاتب السيناريو يحب موضوع الجن، المهم يفري لها معاني كثيرة، معناها يجيد العمل، والمعنى الثاني يختلق الكذب. وبناء على هذا ورجوعا إلى كلمة عبقري أي ذكي جدا، والذكاء ليس له علاقة بالقوة لكن له علاقة بالخيال، إذن لم أرى عبقريا يفري فريه أي في الكذب، هذا حسب رؤيتي القاصرة والبسيطة طبعا، بس ربما بعض الأخوة المشاهدين لم يعرفوا من الذي ذكر هذه الرواية. هذه الرواية يا إخوان من عبد الله
أي عبد الله بن عمر بن الخطاب لعنة الله عليه وعلى أبيه وجده، يعني يجر النار لخبزة أبوه. ولو كان ولو كنت تسأل عمر عن هذا الحلم لقال لك لم أسمع بها صلى الله ولا أدري به ولا شايفه. المهم خلني نروح موضوع ثاني. ها بعدك حلم ثاني عايش هنا. إذن إلى الفيلم الذي بعدها، الحلم الذي بعده. وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر. السادة المشاهدين الكرام، للأسف الشديد وصلنا إلى نهاية الحلقة لهذا اليوم. انتظرونا غد وسوف نعدكم بأنه لدينا الكثير من المفاجآت حول موضوع عمر بن سهاك. فإلى يوم غد إن شاء الله، أستودعكم الله في أمان الله. لعائن الله، لعائن الله مدى الأيام والدهر، عليك يا عمر بالكتمان والجهر. لا تعجبن للرافضة حين تلعنه، دين تدين به الإله وكسبا من الأجر، هذا عدو الله، هذا عدو الله وعدو لرسوله، هذا الذي أبهت المختار بالهجر، هذا الذي قال وإن حينما قالوا له بالبيت فاطمة الطهر. هذا وإن أردت أعدد جرائمه لا يكفين قرطاس لموبقة ولا حبري، ويكفي أقول أنها الزهراء غاضبة عنه فماتت بعلتها لا جبر للكسر. وأنت يا من تصون حرمة صنم، خف الإله يا بكري، يا بكري خف الإله أن تحشر وفي قلبك حب لفظ غليظ شارب الخمر.